طيب أحلى حاجة. نروح أول مرة اتقابلته هدي يا ست، كان لقاء غير موفق. نزلت من عندها على مش من عندي بقى، نكتاك على ده. مش من عندي، احنا رحنا اتقابلنا في المبنى الرئيسي بتاع الشركه. فكان ميتنج عام يعني، مش لي انا وهي لوحدنا، كنت انا وهي ونيهال وندى ومجموعه والبروديوشادي البروديوسر. شادي كان موجود؟ لا اول مره لا، بس كان معانا ناس كتير، مجموعه تانية. وايه في تحضير البرنامج يعني، اللي هو البرنامج كلام ستات قبل تحضير البرنامج؟ لا يعني يمكن سلامات عاديه على ايه كده بس كده وبس. ولا والله انا بس ما كنتش عارفه ان هي قد كده عندها حلم. ما كنتش مبسوطه خالص خالص خالص. وكان يوم لا ما كانش كان يوم ما كانش مظبوط بالنسبه لي. بعد كده بقى احسن كتير، وهي ساعدتني كتير وانا ساعدت نفسي كتير، وبعدين بقينا بقى زي ما انت شايف. اكتشفت لا انا اكتشفت ان هو كان يوم مهبب بعد ما قعدت جنبها بقى في كلام ستات، حكيت لها بقى شهرين ثلاثه وانا حاسه ان في نار مشتعله جنبي. في واحده مش حابه التجربه، كنت خالص ودمعتها قريبه وحاسه انها حساسه جدا زياده عن اللزوم بقى الفتره دي كنت. بس الحمد لله بقى اللي هو انا متدبسه الحاله دي. اللي هو انا مفروض عليا حاجه مش حباها ومش عايزه اعملها. بس خلي بالك انا طول عمري بعمل تجارب كتير متعدده في شغلي. برافو. يعني اللي هو ايه، انا هكمل. بس دي كانت تجربه ضغطت على نفسي زياده علشان اعرف اكمل، عشان ما كانش عندها واحده لا والله، بس انتوا حقيقي انتوا الثلاثه يعني التجربه اثبتت ان انتوا كنتوا انتوا الثلاثه اجمل من بعض والطف من بعض والذ من بعض، وستات محترمين محترمات وبجد يعني. انتوا شخصيا ما كانش في اي مشاكل يعني معاها. اللقاء الاول اللي كان ما بينكم ما كانش مظبوط، كان يعني في غموض كده، تحسيتوا ان تطورت كتير. طيب.